أهلا بكم من جديد. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس الشديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وعن التوقعات للأيام الثلاثة القادمة نبدأها من القاهرة: الثلاثاء 25-34، الأربعاء 25-34، الخميس 25-35. وننتقل إلى شرم الشيخ: الثلاثاء 29-38، الأربعاء 29-38، وأخيرا الخميس 30-40. وننتقل إلى جنوب البلاد: الأقصر الثلاثاء 29-41، الأربعاء 30-41، الخميس 30-42. وفيما يلي مشاهدينا نستعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. نبدأ من القاهرة 25-34، الإسكندرية 24-31، دبيات 25-31، بورسعيد 25-31، العريش 24-30، رفح 23-30، الإسماعيلية 26-35، السويس 25-35، مطروح 24-30، وادي النطرون 25-35، المنصورة 25-36، طنطا 25-36، دمنهور 24-34، سانت كاترين 19-33، الغردقة 29-39، شرم الشيخ 29-38، الفيوم 24-37، المنيا 24-38، أسيوط 24-38، سوهاج 25-39، قنا 28-40، الأقصر 27-41، الوادي الجديد 25-40، أسوان 28-42، حلايب 25-34، شلاتين 26-37، أبو رماد 27-36، رأس حضربة 26-35.